السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على موتسيبي، وين يغيب يعني وين يطرح عدة أسئلة، يعني بعد ما الجزائر وين كانت ما نكلموش على روحنا، يعني خسرنا دراهم، خسروا دراهم ماشي خسرنا، خسروا اموال كبار من اجل كاس لا معنى لها، كاس الشعر اللي سموها الشنا وسموها من ما كان والو هذيك، الا بغينا نمسحوا الصوره تاع الجزائر بعد ما الاوباش هذو العلوج هذو، يعني تضربة تاع كاساما ايطو موتيبي والاخر يامس يعايروا في موتيبي ودير التصويره تاعو لاكاف مافيا والفيفا مافيا ويعايروا كلش، بعد خرجوا ولا يقول لك لا موتيبي راه معانا، يعني موتيبي هو راه يحوس كون معاه دروك، موتيبي هو راه نادم راه نادم راه نادم اللي جا قعد هنا في الجزائر بزاف، على ما عاود تولى، على ما عاود تولى خاطر على كلام كلام حافظ الراجي موراه، شوف شا كاين موراه، ما تشوفش كلام، ما تشوفش حافظ الراجي هكا يهدر لك هكا، ما تشوفش حافظ الراجي يهدر لك هكا، لازم تشوف مور حافظ الراجي شتا كاين، الديكور اللي حاطو موراه شتا والا، كي تجي نتايا تشوف حافظ الراجي يهدر هكا، خاطر نتوما والفتوا حافظ الراجي قال سمع واشي ساي ساي ساي، نتا راه كي تشكل، سمع راه تربح، روح روح خويا روح روح روح. عبد الراجي بعد يخرجك بحاجة وحدة أخرى، يقول لك يا ولدي والله لا ماشي كاع لي نعرفوه نهضروه، بعد يجي يخرج لك يقول لك ماشي كاع لي نعرفه نهضره، يقول كاين أمور ما بغيناش نهضروهم، هذه هي شاهدنا وين التصريحات اللي كان يديرهم باتريس موتسيبي، يعني في وين تا هذا التصريح نقول لكم وين تا أو نعطيكم وينتا التصريح اللي يتكلم على هذا التصريح اللي أنا نقول لكم عليه، التصريح البرومي فيفري، هذا البرومي فيفري هذا التصريح اللي داره، يعني برومي فيفري هذا التصريح، وين علق جنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس اتحاد إفريقي لكرة القدم الكاف على إمكانية استضافة الدولة الجزائرية للبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، مشير إلى أن موعد إعلان مستضيف للنسخة المقبلة من الكار لم يحدد بعد، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد سحب تنظيم نسخة 2025 من دولة غينيا في سبتمبر 2022 دون كشف عن الدولة البديلة وترشحات وترشح الجزائر لنيل شرف تنظيم 2025 لمكاشكا. وقال موتيبي في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام في ملعب يعني براقي قبل نهائي البطولة أمم إفريقيا المحلية الشان، جميع الجزائريين يطلبونني بكان 2025 وأنا أعدكم بأن القرعة ستكون بكل شفافية، الكاف يضم 54 دولة، وما أقوله لكم قلته لرؤساء الاتحادات الأخرى، لكن لن تحصر على 10 دول او 12 دولة، كل شيء سيكون عادل، وكان 2027 لن يكون في نفس المنطقة، شو قال لك؟ قال لك نفس يعني كان 2027 ما غاديش يكون في نفس المنطقة، هنا باش تروح تشوف واش قال لكم، ورا كان عارف بلي يا ودي كوب دافريكا 2025 راحت. ومن بعد ولا يقول لكم ولا مستغل ولا مستغل يعني غباء مسؤولين الاتحاد المنظومه الرياضيه، ما نقولش الاتحاديه منظومه كومبلي تاع الرياضه الجزائريه، ولا مستغل يعني غباء تاعهم. واضاف وين قال لكم يجي يقول لكم اشكر الشعب الجزائري دروك كثيرا على حضور مباريات الشان واسهامه في نجاح هذه البطوله، يعني ما بطوله ما عندها حتى معنى، بطولة خسرنا دراهم برك، ما عندها حتى معنى البطولة هذه، أنا نقول لكم. وأكد رئيس الكاف حتى الآن لم تحدد بعد مكان وزمن الذي سنكشف فيه عن البلد الذي سينظم كأس أمم إفريقيا ل 2025، صح ما كاش راحت 2025، الله يجيب 2027 اللي ترشحت مصر. وتطرق إلى أزمة انسحاب
المغرب من الشان قائلا نحن لا نستطيع أن نتدخل وسوف تكون عقوبات صارمة وقرارات صارمة. تشك من هالي هدرها قالوا لك مطرد، من هالي هدر قالوا لك مطرد. أنا أقول لكم قالوا هناك تحقيقات شي قال لهم، قالوا انا في ديك الضربه شي قال لهم، قال لهم وقال رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم باتريس موتسيبي ان المغرب كان مقرر ان ياتي ولم ياتي، ونحن لا نجامل في الاتحاد قاراتنا ونكشف ان هناك تحقيقات مستمره في عدم مشاركه المغرب في الشان وعلى جميع احترام قوانين الكاف والفيفا. وأكد رئيس الكاف أن الحكومة الجزائرية رحبت بالحضور في الشان قائلا الوفد المغربي سبق له مجيء للجزائر عبر دولة ثالثة وليس عبر خطوط مباشرة، وكان ممكن لهم المشاركة في الشان بنفس الطريقة. وجدد مصيفي تأكيده أن الكاف ترفض تسييس الكرة الإفريقية وتلتزم بالحيادية والعدل، وسوف نعاقب كل من يتجرأ على القوانين. يا ودي مكاش كاع مكاش وزويزم قال لك الاحتضان كان 2015، نحن حاضرين. يعني هذا ما يعرفه رئيس الاتحادية الجزائرية يصرح به. قالوا هذو واحد التصريحات اللي داروهم، كنت لمهم خليهم على جهة، خاطر كان على بالي قلت انا نلمهم خليهم على جهة، والله العظيم كنت قاعد نخليهم على جهة. هذو صوالحكم كاع، كنت هذيك التصريحات تاعكم كاع كنت مخليهم على جهة. أنا نقول لكم كاع الصحفيين اللي كانوا يهضروا اللي كانوا ينشروا اللي كانوا كاع احنا عارفين، انا عارف بلي ودي مكاش كاع الهضره اللي كنت تهضروا فيها مكاش كاع. أنا نقول لكم كاع الصوالح اللي كنتوا تهضروا فيهم كاع مكاش. أنا نقولها لكم هذيك، أنا في الطريق الاستوائي، أنا في الطريق الاستوائي. حاجة اللي تسلكوا منها وتبروا منها لازم يعني تقلعوا من رسالكم حاجة يسموها المغرب، وحاجة يسموها المؤامرة، وحاجة يسموها كيسموها يا ربي، وحاجة يسموها الشعبوية تاعكم هذه والخولاسة، لازم تقلعوها هذه باش يكون على بالكم. هادي بالتالي كاع راه حافظ الدراجي، شحال كاع راه حافظ الدراجي، شنو غادي يقولك؟ شوبير حافظ الدراجي قالنا بلي 2027 واه على بالي حافظ الدراجي. نهار من نهار اللي كانوا يقولوا الماتش يتعاود الماتش يتعاود، دار تقرير الناس عائلات وعاود قال لنا شنو يبريكولي ولا يقول لهم يعني انفرتينو منا ومنا والسيني والكاميرون وقاسما فات على المغرب وفات منا. هي وهي تمشي كيما هكا نورمال عادي. شو بي شكون هو اللاعب اللي غادي يعلن على تمثيل الجزائر؟ انا قلت لكم نعاود، هادو يديروا بالما يديروا بالشعبويه. انا قلت لكم كاين امي قويري وشرقي راهم بالجزائر، بالتالي كاع امي قويري وشرقي راهم بالجزائر، هادي باش تدخلوها مليح في لسانكم. اللي غادي يعلن يا قويري يا يعني بيناتهم صورتو قويري، بالتالي كاع خويا تصريحات ما عندهم، هذوما عندهم باي في شهرين ولا كاش كاع. راني نقول لكم نعاود لكم الناس هذي لا تهدر ولا زايده الهضره وزايده، ما اش غادي نقول لكم؟ خليتها يعلنوا خاطش علاه انا خرجوا كذبوني كيما ذاك بو كلبه وهذاك 106 106 قال لك بلي ما كان والو، لي راه يقول بلي قويري ما كان والو. يا ودي نجيب الرسمي من الاول، يا ودي نجيب لك الرسمي ضربوا على وجهك. انا قلت لكم بلي تكذبونا وتعاودوا تولوا عندنا، ضاوت غادي تخرجوا تولوا تنابحوا قويري 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 صحيح، ضاوت تخرجوا اي قريب اي قريب اي قريب تعاودوا تخرجوا. الحمد لله يا ربي كاين بزاف ناس ما عقليش واش هدرنا، هم كاينين بزاف ناس على بالهم واش هدرنا. هذه هي نجيب لكم اخبار جديد دسه ولا هضره ولا المهم امشي عليه، ما تكذبنيش خاطر راك خاسر، كي تكذبني راك خاسر. انا نقولها لك كي تجي تكذبني راك في الخساره الدور، خاطر شفت هذاك بو كلبه رسول الله قال لهم ما كاش من هذا لا يقول لكم راه يكذب عليكم. يا ودي صح هارا وين هم جايين.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم ودائما معكم بجديد صحيتكم.